بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه السيارة فيها مشكلة متاع نزول الامبرياج، ينزل بشوي بشوي لين يوصل للآخر. شوفوا ينزل بشوي بشوي، شوفوا كيش ينزل واحدة واحدة حتى يوصل للآخر. يبدأ ينزل 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 من غير ما يعني بسهولة تأمل. يبدأ ينزل واحدة يعني حتى النزلان يعني دوب ليش مش ندوس عليه. يبدأ ينزل ينزل يوصل الآخر. يا ترى هذا المشكل منين؟ هذه السيارة اللي وريتكم البيدال كيفاش ينزل بشوي بشوي بتاع الامبرياج بتاع الدبرياج، يعني وقت ينزل عليه يبدأ ينزل بشوي بشوي. طبعا المشكله كلها في البومب هذه. البومب هذه تركب هنا دور دوران ما فيها شيء، سهله، فيها ديريت من لوطه وفيها ديريت من فوق ما فيها شيء، وتركب دوران اشتر دوره تركب وتنحى اشتر دوره، يعني ما فيها شيء سهله. المشكله وين هي؟ كون هذه انا بدلتها توا في رمضان، انا تقريبا رمضان قداش عندنا تخرج ما عادش بالضبط، يعني ما يعني قبل عندها توا يجي شهر ولا شهر ونص، هي يعني فاسده نمشي بها ما يعني بالحيلة، يعني بتشوفوا يعني قطع غيار كيش ولت. يعني هذه مشريها تقريبا ب 78 دينار تونسي، ما شدتنيش حتى 4 شهور ولا 5 شهور، يعني هيك كما ماشي بعد رمضان، هي قريب للعيد الكبير، فهمتي؟ وليت اضطريت شريت ماركة أخرى اللي هي هاي، شريت ماركة لوك هذه، شريت هذه الماركة هذه وبدلتها توا جديدة. شريتها من هنا وركبناها توبة وعملنا لها البيرج نتاعها وكل شيء، وتوا مش نجربها ونشوف نكمل. توا بعد ما ركبنا المدخل ترومبا توا ولا حاجة يعني ولا ممتاز، ماشي ينزل. شفتوا ماشية يعني رغم ان المدخل الاولانية ركبتها لها اصلية دوريجين على حسب بياع خلي دوريجين ومكتوب عليها رينو، والله اعلم. تو ما عادش فما حتى اشكاليه في تو ولا لومبرياج باهي ولا داسه باهيه، وان شاء الله هذاك حد الباس. ان شاء الله تنفعكم حالات كما هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.